الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القياس. القياس هو المصدر الرابع من مصادر الشريعة في الاستدلال، المصدر الرابع من مصادر الشريعة في الاستدلال. والقياس في اللغة يرجع إلى أحد أمرين: التقدير والمساواة. يقال: قست الثوب بالذراع إذا قدرته، ويقال: فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساويه، أي لا يساويه. وأما القياس في الاصطلاح فكما ذكر المؤلف هاهنا، هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، أو تقول إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينها، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما. فلا بد أن يتوفر إذن في القياس أربعة أركان: أصل وفرع وحكم وعلة. فإذا توفرت هذه الأمور الأربعة كان القياس صحيحا. مثال: قياس الحشيش على الخمر في التحريم بجامع ماذا؟ الإسكار. فهنا ألحقنا الفرع الذي هو الحشيش بالأصل الذي هو الخمر في التحريم الذي هو الحكم لعلة الإسكار، هذا هو الجامع بينهما. والمؤلف ذكرها هنا، قال: بعلة تجمعهما في الحكم. وبعض الأصولين يقول لجامع يجمعهما في الحكم، لأن الإلحاق إما أن يكون التشابه في العلة، وإما أن يكون التشابه في دليل العلة، وإما أن يكون الإلحاق بالشبه بينهما كما سيأتي إن شاء الله. ويقصد بالأصل هو الحكم الثابت بالنص كما في الخمر، والفرع هو الحكم المراد معرفة، أو عفوا المحل المراد معرفة حكمه كالحشيش، والعلة هي الوصف الذي يجمع بين الأصل والفرع، والحكم هو الحكم المراد الوصول إليه، الحكم المراد الوصول إليه. والقياس ضرورة عقلية وواقع شرعا. فنحن يا أحبة نستخدم القياس كثيرا في حياتنا، فهو ضرورة عقلية يرتكبه أو يفعله المكلف والإنسان بدون ترتيب منه، بل عقله يدعوه إلى ذلك. فمثلا لو رأيت شخصا وضع يده على شيء فاحترق، ماذا ستفعل؟ هل ستضع يدك عليه؟ لا. ما الذي دعاك إلى ذلك؟ هو القياس، لأنه إنسان مثلك، وكذلك هذه المادة حارقة فاحترق. فكأنك تقول: كما أن هذا الإنسان لما وضع يده على هذا الشيء فاحترق، فأنا مثله سأحترق لأني إنسان مثله، فتبتعد. وهكذا القياس. والقياس كذلك
ثابت بالقرآن والسنة. في القرآن أمثلة كثيرة على القياس، ومنه قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هو أن يلحق الشيء بنظيره، وكذلك جاء في السنة العمل بالقياس صريحا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن إذا وضع الرجل شهوته في الحلال أيؤجر على ذلك؟ قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان عليه أجر، كان له أجر. فهذا هو القياس، فهذا هو القياس. وكذلك عندما جاء له الشاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ فكان يقول: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وأخواتهم وبناتهم. فها هنا قياس. فكما أنك لا ترضاه على هؤلاء، فهؤلاء مثلك بشر لا يرضونه على أهلهم. فهذا هو عين القياس. ثم قال المؤلف: وهو أي القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القياس له تقسيمات كثيرة، والمؤلف اقتصر على تقسيم ها هنا. قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قياس دلالة، هل هو دلالة ولا دلالة ولا دلالة؟ ها، ما في حركة. ها، كما يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول: هي مثلثة الدال، مثلثة الدال في اللغة، فيصح أن تقول دلالة ودلالة ودلالة. ينقسم إلى ثلاثة أقسام القياس، إلى هذه الأقسام التي ذكرها. والتقسيم ها هنا بالنسبة إلى الجامع الذي يجمع بين الأصل والفرع. إما أن يكون الجامع الذي يجمع بين الأصل والفرع هي العلة نفسها، وإما أن يكون الجامع بينهما دليل العلة وليس العلة. دليل العلة، إيش معنى دليل العلة؟ يعني أثر من آثارها، أثر من آثار العلة، بحيث إذا وجد نستدل به على وجود العلة في الشيء. والثالث قياس الشبه. قياس الشبه وهو أن يلحق الأصل بالفرع لمجرد الشبه بينهما، في تشابه بينهما. قال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. هذا الذي قلنا، وهو أن يجمع بين الأصل والفرع لماذا؟ ها، بالعلة. بماذا؟ بالعلة، كما في الحاق مثلا الحشيش أو النبيذ بالخمر لعلة ماذا؟ لعلة الإسكار. هذه هي العلة. والعلة هي الوصف
الجامع، ها؟ الوصف الجامع الذي يجمع بين ماذا؟ بين الوصف، بين الأصل والفرع، بين الأصل والفرع. فهذه هي العلة نفسها. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الحكم، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة له. هذا الذي نقصده، أن قياس الدلالة الجمع بين الأصل والفرع لا يكون بالعلة نفسها، وإنما يكون بدليل العلة. مثال، نقول مثلا يحرم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الرائحة الكريهة أو الرائحة الخبيثة. الرائحة الخبيثة هل هي علة التحريم؟ لا، وإنما هي دليل على الإسكار، لأن الشيء المسكر غالبا تكون رائحته كريهة. فمن أدلة كون الشيء مسكرا أن رائحته كريهة. فها هنا جمعنا بين الأصل والفرع بدليل العلة وليس بالعلة نفسها. والقياس يا أحبة إذا أطلق عند الأصوليين أرادوا به قياس العلة وليس قياس الدلالة. والقسم الثالث قال قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، يلحق بأكثرهما شبها. عند الأصوليين بعضهم يطلق قياس الشبه على هذا الذي ذكره المؤلف، وبعضهم يقول له على نوعين، قياس شبه وقياس غلبة أشبه. قياس الشبه هو أن يلحق الفرع بالأصل لمجرد الشبه بينهما. مثال، قياس الوضوء بالماء على التيمم في وجوب النية بجامع ماذا؟ الطهارة. هذا وصف شبهي، أنهما يشتبهان، أنهما من أنواع الطهارة وليس هي علة، لأن هذا تراب وهذا ماء، ليس هناك وصف جامع بينهما أن يشتبهان في أجزائه، وإنما ألحق ها هنا الحكم لمجرد الشبه بينهما، فيكون ماذا؟ الفرع واحد والأصل واحد. ولكن في قياس غلبة الأشبه أن يكون الفرع مترددا بين أصلين، يعني يكون عندنا فرع نريد معرفة حكمه، وهنا أصل يشبهه وهنا أصل آخر يشبهه، هذا الأصل يوجب حكم وهذا الأصل يوجب حكم، وهو يشبه الأصل مثل رقم واحد في أربعة أشياء، ويشبه الأصل رقم اثنين في ستة أشياء، فيلحق بماذا؟ في الذي يشبهه أكثر هو الثاني، لأجل هذا سمي قياس غلبة الأشبه، لأن هذا الشبه غلب هذا الشبه فأخذ حكم الفرع، فأخذ حكم الفرع. ويمثل له الفقهاء بالعبد، يقول هو متردد بين فرع بين أصلين في المعاملة الفقهية، بين كونه إنسان فهو يثاب ويعاقب، وكذلك ينكح ويموت ويحاسب، وبين كونه مالا يوهب ويشترى ويباع ويرهن. فقالوا هو كان ماذا؟ تغلب فيه أشباه كونه مالا، فيلحق بالمال لغلبة الشبه فيه، لغلبة الشبه فيه. هذا الذي أراده بماذا؟ بالفرع المتردد بين أصلين. قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل،
يعني الأصل والفرع لابد أن يكون ماذا؟ ها، مناسبا له. ما معنى المناسبة؟ المناسبة هو وصف ظاهر منضبط يترتب من ترتيب الحكم عليه ومن تعليق الحكم به تحقيق مقصود الشارع، جلب مصلحة أو دفع مفسدة. إذن المناسبة هي وصف ظاهر منضبط يتضمن من ترتيب الحكم عليه جلب مصلحة ودفع مفسدة. متى ما كان الوصف الذي علق به الحكم وألحق به الفرع بالأصل يحقق مقصود الشارع فإنه يعد ذلك مناسبا، يعد مناسبا. مثل وصف الإسكار، هل هو وصف مناسب؟ هل إذا علقنا الحكم به هل هو وصف ظاهر؟ الإسكار وصف ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر. منضبط ولا غير منضبط؟ منضبط. كيف منضبط؟ يعني هذا الوصف كلما وجدناه وجد الحكم ينضبط هذا الوصف، نعرف السكران من غيره. طيب إذا علقنا الحكم به مقصود الشارع الذي هو حفظ العقل يتحقق ولا ما يتحقق؟ يتحقق. مقصود الشارع الذي هو حفظ العقل يتحقق من تعليق وصف التحريم بالإسكار، فإذن هو مناسب. إذن هو وصف ماذا؟ مناسب. لكن لو قلنا مثلا أن الحكم الوصف الذي من أجله منع الخمر لكونه مثلا من غير المسلمين، هل هذا الوصف مناسب؟ إيش معنى مناسب؟ يتضمن من ترتيب الحكم عليه تحقيق مقصود الشارع. سنجد أنه ماذا؟ كل شيء يأتي من غير المسلمين نمنعه، وهذا يعقل؟ لا، لا يتحقق به مقصود الشارع. فإذن الوصف المناسب هو الوصف الذي إذا علقنا الحكم به مقصود الشارع يتحقق، كحفظ العقل أو حفظ المال أو حفظ النفس وغيرها. قال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. هذا مفروض في المناظرة الفقهية أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، ولكن شرط الأصل هو أن يكون ثابتا بدليل بنص أو إجماع. واضح؟ أن يكون ثابتا بماذا؟ بنص أو إجماع. وأما إذا كان الحكم ثابتا بقياس فهل يصح القياس عليه؟ يقول لا. يعني مثلا الآن الأرز هل يجري فيه الربا؟ هل يجري في الأرز الربا؟ نعم، يجري فيه الربا قياسا على ماذا؟ على البر، لأنهما مطعومان فيجري فيه الربا. طيب البر حكم جريان الربا فيه ثبت بماذا؟ بالنص، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن يكون ثابتا بماذا؟ بنص. لكن لو أردت مثلا أن أقول يجري الربا في الأرز قياسا على الذرة بجامع أنهما مطعومان، جريان الربا في الذرة كيف استفدناه؟ بالنص أو بالقياس؟ استفدناه بالقياس على البر. واضح؟ فإن هذا يكون يعد تطويلا. تقول
يجري الربا في الأرز قياسا على الذرة بجامع الطعم الذي يجري فيه الربا قياسا على البر بجامع الطعم. هذا التطويل، لماذا لا تذهب مباشرة إلى البر؟ فمن شرطه أن يكون ماذا؟ متفقا، يعني ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، بين الخصمين. قال: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. يعني من شرط العلة الاضطراد. ما هو الاضطراد؟ الملازمة في الثبوت، كل ما وجد الوصف وجد الحكم، كل ما وجد الوصف وجد الحكم. واضح؟ مثال نمثل له بالإسكار. إذا عللنا الخمر بكونه محرما لأنه مسكر، هل هذا الوصف مضطرد؟ كل ما وجدنا وصف الإسكار وجدنا ماذا؟ حكم التحريم. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ إذن الوصف ها هنا مضطرد. كل ما وجد ماذا؟ كل ما وجد الوصف الذي هو الإسكار وجد الحكم الذي هو التحريم. طيب لو قلنا مثلا الخمر يحرم لأنه مثلا رائحته كريهة فإنه يحرم لأجل ذلك، هل هذه العلة مضطردة؟ كل ما وجد هذا الوصف وجد الحكم. طيب بعض الأدوية رائحتها كريهة، هل نقول أنها محرمة؟ إذن وجد الوصف وهو الرائحة الخبيثة وانتفى الحكم، فإذن هذا هذا يسمى عند الأصولين النقض، العلة نقضت، فإذن تكون غير صحيحة، فإذن تكون غير صحيحة. فمن شرط العلة الاضطراد. وبعضهم كذلك يشترط العكس. إيش معنى العكس؟ كلما انتفى الوصف انتفى الحكم، والاضطراد كل ما وجد الوصف وجد الحكم، هذا طرد وهذا عكس. وإذا جمع بينهما يسمى الدوران، إذا جمع بين الطرد والعكس يسمى الدوران، كل ما وجد الوصف وجد الحكم وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم، هذا هو الدوران. فالإسكار كل ما وجد الإسكار وجد حكم التحريم، وكلما انتفى الإسكار انتفى حكم التحريم، هذا هو إيش؟ هذا هو الدوران، هذا هو الدوران. قال: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. يعني من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني عندما تريد أن تقيس على شيء منفي فلا بد أن يكون الحكم منفيا، وإذا أردت أن تقيس على شيء مثبت فلا بد أن يكون الشيء كذلك مثبتا، فلا يأتي تقيس شيء منفي على شيء مثبت أو شيء مثبت على شيء منفي، أي فيه نفي أو فيه إثبات، بل لا بد أن يستوي، هذا إثبات وهذا إثبات، وهذا نفي وهذا نفي. هذا الذي أراده المؤلف هاهنا. قال: والعلة هي الجالبة للحكم. والعلة هي الجالبة في الحكم، العلة هي الوصف المؤثر في الحكم، العلة هي الوصف المؤثر في الحكم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الوصف هو الذي من أجله حصل الحكم. وهذا فيه رد على الأشاعرة، وهذا إمام من أئمة الأشاعرة الجويني يرد على من؟ على الأشاعرة الذين يقولون أن الوصف لا يجلب الحكم، وأحكام الله غير معللة، بل هي الأوصاف، العلل أمارات وعلامات على الأحكام، وليست ماذا؟ وليست هي مؤثرة في ماذا؟ في نفسها. قال: والحكم هو المجلوب للعلة. والحكم هو المجلوب للعلة، يعني أن الحاق الأصل
الفرع بالأصل، ما القصد فيه؟ ها، عندما ننظر في العلة ماذا نقصد؟ نحن نريد أن نصل إلى الحكم، نريد أن نصل إلى الحكم. فعندما نلحق الفرع بالأصل فالمقصود بذلك هو ماذا؟ الوصول إلى الحكم. من الذي أوصلنا إلى الحكم؟ ها، العلة الجامعة بين الأصل وبين الفرع. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى الحظر والإباحة، وها هنا الكلام على الأصل في الأشياء. ما هو الأصل في الأشياء؟ يقول الحظر والإباحة. فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. هذا القول الأول، يقول ماذا؟ أن الأشياء على الحظر أي على التحريم. لماذا؟ يقول لأن كل ما في الدنيا هو ملك لله سبحانه وتعالى، والتصرف في ملك الغير بدون إذنه محرم، فلأجل ذلك كان الأصل في الأشياء ماذا؟ التحريم، لأن الأشياء هذه التي سكت عنها هي ملك لله سبحانه وتعالى، وما دام ما جاء النص فيه فلا يجوز التصرف في ملك الغير، إذن هي على التحريم. هذا هو قولهم، وهذا غير صحيح، لأن الذي لا يجوز التصرف في ملكه بغير إذنه هو الذي يتضرر من ذلك التصرف، وأما الله سبحانه وتعالى فخزائنه لا تنفذ، لا يتضرر من تصرف المخلوقين. وقال بعضهم، وقال ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع، ويستدلون بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قالوا إن الله امتن على عباده بخلق ما في الأرض، قالوا ولا يمتن الله إلا بمباح، فدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، والحق وسط بين الطرفين. فنقول لا نطلق القول في المسألة، لا نطلق القول، نقول إن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة التحريم. الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة التحريم. ثم قال الاستصحاب. الاستصحاب الألف والسين والتاء تدل على الطلب، ومعناه طلب الصحبة وطلب الملازمة. قال ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل. إيش معنى الاستصحاب؟ الاستصحاب يا أحبة معناه هو الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني، الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول لانتفاء الدليل المغير. الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول لانتفاء الدليل المغير. أعطيكم مثال، أنت تطهرت وتوضأت وضوءا كاملا، واضح؟ توضأت وضوءا كاملا، فما الحكم؟ متطهر والغير متطهر؟ أنت متطهر الآن على طهارة، هذا الحكم في الزمن الأول. طيب بعد ذلك بعد ساعة شككت، هل أنا نقضت وضوئي أم لم أنقضه؟ إذن عندنا حكم، ها هنا أنت متيقن من الطهارة
ثم جاءت حالة الشك في الوسط، ماذا تريد؟ نريد أن نعرف الحكم في الزمن الثاني هنا. ما هو الحكم؟ هل تبقى الطهارة أم لا؟ أولا ماذا نفعل؟ الأصل البحث عن الدليل. هل هذا حالة الشك نقول له هل سمعت صوتا؟ يقول لا. هل وجدت ريحا؟ يقول لا. فماذا نفعل؟ نطلب صحبة الحكم من الزمان الأول إلى الزمان الثاني ونحكم بأنه متطهر. فحكمنا بثبوت الحكم في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول لانتفاء الدليل المغير. إيش معنى المغير؟ أي المغير للحكم الأول. مثال ثاني، جاء شخص مثلا هذا الجوال لي، ثبت أنه ملك لي، وجاء شخص وقال هذا جوالي فقد بعتني إياه. الآن ما هو الحكم الثابت في الزمن الأول؟ أن الجوال ملك لي، وعندنا ها هنا حالة، حالة شك. فهذا يدعي أن هذا الجوال ملك له، ماذا نفعل؟ نطالب بالدليل. هل عندك مثلا فاتورة تثبت أنه قد باعك هذا الجوال؟ فيقول لا. هل عندك شاهد أنه قد باع لك هذا الجوال؟ فيقول لا. ماذا نفعل؟ نطلب صحبة الحكم من الزمن الأول إلى الزمن الثاني فنقول أن الجوال لا زال في ملك صاحبه، لا زال في ملك صاحبه. فحكمنا بثبوت الأمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول لانتفاء الدليل المغير، أي لعدم وجود الدليل. والاستصحاب يا أحبة هو آخر الأدلة، ولأجل ذلك يقولون هو أضعف أنواع الأدلة وآخرة. ولماذا؟ لماذا هو أضعف أنواع الأدلة؟ لأنه استدلال بعدم الدليل. استدلال بماذا؟ بعدم الدليل. الاستدلال عن نوعين، إما أن تستدل بوجود الدليل وإما أن تستدل بعدم الدليل. والأصل هو الاستدلال بوجود الدليل وثبوته، ولا ينتقل عن ذلك إلا عند تعذره. طيب، الكتاب استدلال بثبوت الدليل ولا بالعدم؟ بوجود الدليل، والسنة بوجودها، الإجماع بالوجود، قول الصحابي بالوجود، الاستحسان بالوجود. طيب، والاستصحاب بالعدم، استدلال بماذا؟ بالعدم. فنحن نستدل بعدم وجود الدليل على بقاء الحكم على ما كان هو على ما كان عليه، وضع على ما كان عليه. فلأجل ذلك كان ماذا؟ كان آخر مراتب الأدلة. فالاستصحاب آخر مراتب الأدلة. لماذا؟ لأنه استدلال بماذا؟ بالعدم. استدلال بماذا؟ بالعدم. لعدم وجود الدليل نقول كذا، واضح؟ ولأجل ذلك قال هو عند عدم الدليل الشرعي، عند عدم الدليل الشرعي.
ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى ترتيب الأدلة. ترتيب الأدلة، لما ذكر الأدلة وذكر الدلالات جاء إلى ماذا؟ إلى ترتيبها. قال: فيقدم الجلي منها على الخفي، يعني دليل دلالته نصية واضحة، ها؟ دليل دلالته نصية واضحة يقدم على ماذا؟ يقدم على الدليل الخفي التي دليل مثلا دلالته محتملة، واضح؟ دلالته محتملة، فإن الدليل الجلي يقدم على الخفي. والموجب للعلم يقدم على الموجب للظن، مثلا الدليل من القرآن أو من السنة موجب للعلم، أليس كذلك؟ طيب الدليل من استصحاب هل هو قطعي أو ظني؟ ظني. ما الذي يقدم؟ الذي يوجب العلم. ثم قال: والنطق على القياس. والنطق على القياس، يقصد أن الدليل من الكتاب والسنة يقدم على ماذا؟ يقدم على القياس، لأن القياس لا يعارض بهما، فإن كان القياس مخالفا للنص مخالفا للنص فإنه يعد ماذا؟ قياسا فاسدا. مثال: تزويج المرأة لنفسها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، إذا كان ولي موجودا. فإذن هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المذاهب يقول لا يشترط ذلك للقياس. ما هو القياس؟ يقول: كما أنه يجوز للمرأة الرشيدة أن تتصرف بمالها بدون إذن وليها، فكذلك يجوز لها أن تتصرف في نكاحها بدون إذن وليها بجامح التصرف في الطرفين. القياس صحيح؟ لا، لأنه ماذا؟ ما الذي يقدمها هنا؟ النطق من السنة أو القياس؟ قدم النطق من السنة، لأن القياس ها هنا يعد فاسد الاعتبار. إيش معنى فاسد الاعتبار؟ أي أنه فاسد وغير معتبر، لأنه مخالف لماذا؟ مخالف للدليل من السنة. قال: والقياس الجلي على القياس الخفي، يعني القياس إذا كان علته منصوص عليها أو قطع فيه بنفي الفارق، هذا القياس الجلي. والقياس الخفي هو الذي علته مستنبطة. ما الذي يقدم؟ الجلي ولا الخفي؟ الجلي، يقدم القياس الجلي. مثال: قياس يعني تعليل جريان الربا في البر بكونه مكيل، هذه علة، والأخرى بكونه مطعوم. قال الذي أثبت علة الطعم للبر، قال أنها منصوص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام، مثلا بمثل. فها هنا يقول نص على ماذا؟ على علة جيران الربا في هذه الأصناف أنها مطعومة. فإذا الثابت بهذه العلة يعد قياسا جليا، يقدم على القياس الخفي، فكونه مكيل علة ماذا؟ مستنبطة ولا منصوصة؟ مستنبطة. فالقياس الذي علته مستنبطة يكون قياسا خفيا ولا يعد قياسا جليا. فإذا تعارض القياس الجلي الذي علته منصوصة مع القياس الخفي الذي علته مستنبطة، فإن القياس الجلي هو المقدم. قال: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل قدم، يعني وإلا فيستصحب الحال. يعني مثلا إن ثبتت الطهارة في الزمن الأول، واضح؟ ثم شك، طيب، لكن على شكه دليل، سمع صوتا مثلا،
هل يستصحب أو يقدم ما وجد ما وجد فنثبت فنحكم بماذا؟ بانتفاء الطهارة؟ لا، نقدم هذا الدليل الذي وجدناه فنقول أن طهارتك قد انتقضت، لكن إذا لم نجد نستصحب الحال، هذا الذي يقصده، أي نطلب صحبة الحكم من الزمن الأول إلى الزمن الثاني فنقول أن طهارته صحيحة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى ماذا؟ شروط المفتي. من شروط المفتي يا أحبة أن يكون عالما بأصول الفقه، واضح؟ فلما ذكر المؤلف مسائل أصول الفقه ذكر من؟ المفتي، كأنه يقول لابد إذا أردت أن تفتي فلابد أن تعلم هذا الذي ذكرناه، هذا الذي ذكرناه. فعندنا مفتي ومستفتي، فما هي شروط المفتي؟ قال شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. هل يشترط الإحاطة في ذلك؟ لا. وها هنا يقصد بالمفتي من نصب للفتية، من نصب للفتية ويحال الناس عليه ويؤمرون باستفتائه، هذا الذي يقصد ها هنا، ليس في الفتاوى الجزئية، وإنما من نصب لفتية الأمة أن يكون عالما بماذا؟ بالفروع الفقهية وبماذا؟ وكذلك بأصول الفقه. فإن من كان يعني لا يعرف الفقه ولا يعرف المسائل الفقهية وكذلك لا يعرف أصول الفقه فإنه لا يجوز أن يفتي ولا يجوز لأحد أن يسأله، فهو يأثم وإن أصاب. يأثم بماذا؟ يأثم بفتواه وإن أصاب، لأنه تقلد منصبا لا يجوز له أن يتقلده. قال خلافا ومذهبا، خلافا ومذهبا، يعني يقصد المؤلف ها هنا لابد أن يعرف ماذا؟ هذا المفتي لابد أن يعرف المسائل الخلافية والمسائل الإجماعية، لابد أن يعرف المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها، فلا يجوز له أن يفتي إلا بعد معرفته للمسائل المختلف فيها والمسائل المجمع عليها، لكي لا يحكم بالخلاف في مسألة قد وقع الإجماع عليها أو يحكي الإجماع في مسألة قد اختلف فيها، فلا بد أن يكون ماذا؟ عارفا بالمسائل الإجماعية والمسائل الخلافية. قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، أن يكون كامل الآلة في ماذا؟ في الاجتهاد، أن يكون عاقلا بالغا يفهم الخطاب، واضح؟ هذا الذي يقصده ها هنا. قال عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، يعني كل ما يتوقف عليه معرفة الحكم فإنه يجب عليه أن يتعلمه، كل ما يتوقف عليه معرفة الحكم يجب عليه أن يتعلمه، سواء من النحو فإن كثيرا من المسائل الفقهية مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بمسائل نحوية، مرتبطة بماذا؟ بمسائل نحوية. وكذلك معرفة الرجال، لأنه سينظر في الأحاديث فلا بد أن يعرف ماذا؟ رجال الحديث، هل هم ممن تصح روايتهم فيأخذ بحديثهم أم لا. قال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، لا بد أن يكون يعني العلماء متفقون على أنه يشترط للمفتي أن يكون عارفا بماذا؟ بأحاديث وآيات الأحكام. اختلفوا في ماذا؟ هل يشترط أن يحفظها؟ فأكثر أهل العلم يقولون يجب عليه أن يحفظها، وبعضهم يقول يجب عليه أن يعرف مضانها، أن يعرف مضانها وهي آيات وأحاديث الأحكام، لأن الأحكام معلقة بها.
ثم بعد ذلك ذكر شرط المستفتي. من هو شرط المستفتي؟ ما هو المستفتي وما هو شرطه؟ قال المستفتي هو الذي لا يجوز له من لا يجوز له النظر في الأدلة، لا يجوز له النظر في الأدلة. قال من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيتقلد المفتي في الفتيا. يعني من شرط المستفتي أن يكون عاميا لا يعرف النظر في الشريعة، لا يعرف النظر في الشريعة، أو أنه لم ينظر في الشريعة بعد، أو أنه نظر في شيء منها ولم يكمل النظر في جميعها، فإن هذا يجب عليه ماذا؟ أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا هو فرض العامي والمقلد، يجب عليه أن يسأل ويستفتي، ولا يجوز له أن يفتي نفسه لأنه ليس عنده آلة الفتوى. قال وليس للعالم أن يقلد، يعني من عرف الأدلة وتمكن من النظر في الأدلة فلا يجوز له أن يقلد عالما، بل يجب عليه أن ينظر في الأدلة، ولا يجوز له أن يقلد إلا في أضيق الأحوال، منها أن يأتي وقت العمل وليس عنده وقت للنظر، أو قد نظر في المسألة ولم يتبين له شيء، فإنه يجوز له والحالة هذه أن يقلد العلماء فيها. أما ابتداء فلا يجوز له أن يقلد، بل يتبع الدليل، متى ما وجد الدليل أخذ به، سواء كان هذا الدليل من أصحاب مذهبه أو من غيرهم، فيجب عليه أن يتبع الدليل. قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، يعني لا تعرف حجة، يقول لك هذا واجب هذا محرم بدون أن ينظر ماذا؟ الحجة. قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه حجة، هو في نفسه دليل، فإذا أخذنا به أخذنا بالدليل، أخذنا بالدليل. قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني تأخذ بقوله مع دليله لكن لا تعرف كيف استنبط الحكم من الدليل، يقولون هذا تقليد. فلا بد إذن على هذا، لا بد أن تعرف الدليل وماذا، ولا بد أن تعرف كيف يستنبط الحكم من ذلك الدليل. لا يكفي أن تعرف الدليل فقط، بل لا بد أن تعرف الدليل وتعرف كيف يستنبط الحكم منه. قال فإن كنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، يعني يقول إن كنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وليست كل أحكامه منصوصة فإنه يجوز ماذا؟ أن يسمى قوله قبول قوله تقليدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد؟ وإن اجتهد هل هو يخطي ولا لا يخطي؟ شوفوا يا أحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وقد يخطي، ولكن لا يقر على خطأ، لابد أن ينزل ماذا؟ وحي بتصويبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في الشريعة بثلاثة تصرفات كما ذكر ذلك القرافي، كذلك ذكره وفصل فيه الكلام الطاهر بن عاشور في كتاب مقاصد الشريعة. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بثلاثة مناصب، المنصب الأول منصب الفتيا، منصب
الفتية ففي منصب الفتية النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد أبدا بل إن هو إلا وحي يوحى. فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في منصب الإفتاء فإن كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الوحي لا قياس فيه ولا اجتهاد أبدا. التصرف الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بمنصب الإمامة. إيش بمعنى الإمامة؟ يعني كونه إمام وحاكم، وهذا قد يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يخطئ ولكن لا يقر على خطأ. مثال ما حصل في أسارة بدر، للنبي صلى الله عليه وسلم أراد ماذا؟ أن يعفو عنهم، فنزلت الآية بماذا؟ بالأمر بقتلهم. وكذلك كما في غزوة بدر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل في مكان فقال له أحد الصحابة: أهو وحي علمك الله إياه أم هو الحرب والمكيدة؟ فقال: لا، بل هو الحرب والمكيدة. فقال له الصحابي: لو انتقلنا إلى المكان الفلاني فهو أفضل لكذا وكذا. فإذا بمنصب الإمامة يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يقر على خطأ. والمنصب الثالث الذي يتصرف به النبي صلى الله عليه وسلم منصب القضاء بكونه قاضيا يحكم بين الناس. هذا يا أحبة المنصب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أخبر أنه قد يجتهد، فجاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وقد يكون بعضكم ألحن بحجته، أي أقوى في حجته من بعض. أحيانا قد يكون ماذا؟ صاحب الحق لا يستطيع أن يتكلم، ضعيف في بيان الحجة، وصاحب الباطل إذا سمعته تقول أبدا هو مظلوم. يقول: إنكم تختصمون لدي إلي وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا فإنما هو قطعة من النار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضي على نحو ما يسمع، فإنه يجتهد في هذا الباب. ولكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتصرف بتصرف التشريع والفتيا. نعم. ثم قال بعد ذلك: الاجتهاد. قال: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. ما هو الغرض؟ الحكم. فهو بذل الوسع في الوصول إلى الحكم، هذا هو الاجتهاد. قال: فإن كان المجتهد كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. عندنا يا أحبة اجتهاد في ماذا؟ في الفروع، واجتهاد في ماذا؟ في الأصول. الاجتهاد في الفروع الكل فيه مصيب للأجر، ولكن إصابة الحق لواحد منهما، واضح؟ فالفروع المجتهد فيها فيها مخطئ ومصيب، مخطئ للحق ومصيب لماذا؟ للحق. وأما الأجر فالكل مأجور، منهم من له أجر واحد لاجتهاده وأجر لإصابة الحق، والآخر أجره لاجتهاده فقط. والدليل عليه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فأثبت في هذا الحديث أن هناك مخطئ
ومصيب، ولكن الكل مأجور. وهذا فيه رد على من؟ على أن من يقول أن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب. إن أراد كل مجتهد مصيب للأجر صح، وأما إن أراد كل مجتهد مصيب للحق فلا. ولكن عبارة كل مجتهد مصيب مجملة، لأنها تحتمل هذا وتحتمل هذا، فلأجل ذلك لا يجوز إطلاقها. وأما الاجتهاد في الأصول، هل هو كل مجتهد مصيب في الأصول؟ يعني في العقيدة، في أصل العقيدة، في أصل الإسلام، ليس كل مجتهد مصيب، المصيب فقط من أصاب الإسلام، ومن لم يصبه ولم يعتنقه فإنه لا شك أنه مخطئ وآثم ويعاقب على ذلك، لأن الأدلة قد نصبت والشواهد قد أحضرت والدعوة قد بلغت. فلأجل ذلك المصيب في ماذا؟ المصيب للأجر والحق في المسائل الأصول، في المسائل العقيدة واحد. ولأجل ذلك قال، يقول المؤلف، المؤلف اختار أن ليس كل مجتهد مصيب في الفروع. قال: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. فقلنا أن هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأنه مخالف للحديث، مخالف للحديث، الحديث أثبت أنه هناك مصيب وهناك مخطئ. قال: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد مصيب في الأصول الكلامية. ماذا يقصد بالأصول الكلامية؟ يقصد العقيدة، يقصد ماذا؟ العقيدة. وهذا عند المتكلمين والأشاعر يسمون علم القطع العقيدة علم الكلام، علم الكلام. هذه التسمية غير صحيحة، هذه التسمية غير صحيحة. قال: لأن ذلك، يقول المؤلف، لو قلنا أن كل مجتهد في الأصول مصيب، يقول هذا القول باطل. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. يقول: لو كنا كل مجتهد في العقيدة مصيب، إذن ما الذي يخطئ؟ هذا اجتهد فرأى أن النصرانية هي حق فنقول له مصيب، وهذا اجتهد فرأى أن اليهودية حق فنقول أنه مصيب، وهذا اجتهد فرأى أن المجوسية حق فنقول هذا مصيب. هذا باطل ولا يقول به أحد، من بل هو مخالف لأصل الإسلام. ثم قال المؤلف: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا هو الدليل على ماذا؟ على قولنا أنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، بل هناك مصيب وهناك مخطئ، أما الأجر فالكل مصيب. يقول المؤلف: وجه الدليل، أي وجه الاستدلال من الدليل على أنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة، فدل على أنه في كل اجتهاد هناك مصيب وهناك مخطئ. وإن اجتهدنا فيما قلنا وأصبنا فأسأل الله أن يكتب لنا الأجر تاما، وإن أخطأنا وهو عنواننا وأصلنا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذلك كله ويغفر لكم. وبهذا يكون التمام، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.